شبكه يقين لو عايزه توصلي كلمتين. انا عارف شعورك، معلش. تعالى تعالى. انا ماري اخت مينا دانيال. احنا ما بنقبلش عذر. عادي سيبها عشان مينا زي ما كل اصحابه عارفينه ويتكلموا عنه. مينا بنخضع للكاميرات عايز. استقبلت الامر ازاي؟ لا انا استقبلت الامر، انا كنت في مسبيرو اساسا. انا كنت في المسيره اصلا. انا كنت موجود برضه. فانا استقبلت الامر يعني مش عارفه كأم بتستقبل وفاه ابنها هيكون ازاي يعني، اي شعور يعني مش عارفه. شعور صعب ده بالنسبه لاستقبال الخبر يعني. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا مش عارف اسال اي اسئله، انا عايزك تتكلمي كلمتين عنه، عن حياته، نبذه عنه. مينا حلو، انسان حلو قوي. مينا في مره من المرات كان لسه في مرحله ثانوي، يعني هحكي حاجات كده عنه. في مرحله ثانوي وكان جايب طقمين في العيد، بنطلونين وقميصين يعني في العيد بس. فجي بعد كده راح قال لي يا ماما انا اديت طقم الكرولوس عشان ما جابش لبس للعيد. قلت له ماشي حبيبي، حلو، شعور حلو قوي. ده كان مينا يعني ده كان مينا. مينا لما لو شخط شويه ولا صوته عالي سنه كده على طول في لحظتها الاقيه جه خدني في حضنه وقال لي انا اسف يا ماما، حقك عليا، ما تزعليش. مينا انسان حنين قوي، انسان حنين قوي قوي وقوي جدا، وما بيسكتش على حقه يعني حقه. وانسان مضحي قوي يعني. انا لسه هو كان واخد رصاصه في رجله في التحرير، لما كان في التحرير لسه حد حكى لنا ان هو الرصاصه دي ما كانش هو المفروض هياخدها، كانت زميلته في التحرير اسمها مروه راح زقها وجي وقف مكانها عشان يفديها وياخد هو الرصاصه مكانها. يعني مينا لو قعدت احكي عليه مش هخلص. عنده كم سنه مينا؟ مينا عنده 20 سنه وشهرين تقريبا. خلص دراسته؟ لا لسه، مينا في أكاديمية المقطم نظم ومعلومات. مش عارف. كل شعورنا معاكي ويعني مرسي مرسي. بس هو العسكر لازم يتحاكم يعني، لأن يعني عشان ييجوا يعملوا فينا كده. هو كان حصل موقف أبو لوف البتير وإحنا في المستشفى عشان حصل لبس في الموضوع يعني. فانا كنت في حاله انهيار وكانت في ضغوط عليا من كل ناحيه، ضغوط. فالصحفيين اتناولوه غلط يعني بشكل غلط. انا عارفه قصد ابونا في البتير، قصده ان احنا الجثث، لان المستشفى للاسف مستشفى ما فيهاش تجهيزات، والجثث فعلا كانت بدات تتحلل. فكان قصده ان احنا يعني نشاهل بالموضوع دلوقتي وبعد كده هنعمل كل الاجراءات اللي احنا عايزينها. ده كان قصد ابونا في البتير. بس انا عشان الضغوط اللي كانت عليا ضغوط من جهات كتير قوي، فاكاد ان انا اكون غلطت بالكلام. لكن انا ما كانش قصدي خالص ان انا ابونا، لا ده ابونا في البتير جزمته على راسي من فوق. هم تناولوا الموضوع اعلاميا غلط. فانا حابه ان انا اوضح النقطه دي قوي قوي قوي. لكن ابونا في البتير يهمه قوي قوي مصلحه الشباب دي، ويهمه قوي مصلحه الناس دي، لان دول اولا واخيرا ولاده ويهمه قوي. احنا هنذيع الخبر دوت دلوقتي بعد ساعه من الان ان شاء الله. ميرسي كلامك، عشان كلامك فعلا اتفهم بطريقه يعني. انا بقول لحضرتك ان انا كنت في ضغوط من كذا جهه يعني. من جهات كتيره، ما بين ان مينا ممكن حقه هيضيع ويتقال عليه بعد كده بلطجي، وما بين ان مش عايزين، طب مش عايزين تشريح عشان يعني من جهات كتيره. فدي كانت كل القصه بس. شكرا. العافيه.